قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين 4 رياضيين في مجلس النواب قرار أسعد الملايين من العاملين بالمجال الرياضي بشكل عام وعشاق كرة القدم بشكل خاص، حيث تضمن القرار 3 المصرية. البداية مع حسام غالي كابتن الأهلي السابق كابتن الكرة المصرية، وهو واحد من الأسماء التي لمع اسمها في عالم كرة القدم وبزغ نجمه طوال السنوات الماضية وصنع اسما كبيرا له في عالم الساحرة المستديرة بسبب مهاراته وإمكانياته الفنية التي جعلته يحترف في أوروبا والخليج، ولعل أبرز الأندية الأوروبية توتنهام الإنجليزي وفينورد الهولندي، وحصد العديد من البطولات المحلية والقارية مع المارد الأحمر حتى إعلان اعتزاله الملاعب عام 2018. وثاني المعينين في البرلمان حازم إمام نجم الزمالك السابق، وهو أحد رموز الكرة المصرية المتميز بفنياته العالية إلى جانب أخلاقه الحميدة التي يشهد لها الجميع، وكانت له تجربة احترافية سريعة في الدوري الإيطالي خلال حقبة التسعينات رفقة نادي أودينيزي بجانب اللعب لنادي جرافشاب الهولندي، وتألق أيضا مع جيل الراحل العظيم محمود الجوهري بقميص الفراعنة خلال تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية في بوركينا فاسو عام 1998. وثالث الرموز الكروية في البرلمان محمد عمر ابن الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري، تألق طوال مسيرته الكروية لاعبا ومدربا. حقق محمد عمر مع منتخب مصر الفوز بكأس أمم إفريقيا عام 1986 بالقاهرة والحصول على ميدالية ذهبية بدورة الألعاب الإفريقية بنيروبي عام 1987، كما حصل على أفضل لاعب عربي بالبطولة العربية التي أقيمت بالأردن عام 1988 ليقرر اعتزال اللعب عام 1992. وقدم عمر لوطنه أغلى ما لديه، حيث استشهد ابنه الرائد شريف محمد عمر على أرض سيناء. وأخيرا البطلة الأولمبية آية مدني، وهي أول لاعبة غير أوروبية تحصل على نهائي كأس العالم في 2007، واستطاعت الجمع بين ذهبيتي العالم تحت 18 و 21 عام في عام 2006، وحققت المركز السابع بدورة الألعاب الأولمبية، وهو أفضل نتيجة للاعبي الخماسي الحديث مصريا أو عربيا أو إفريقيا حتى تاريخه. كما حققت ميداليات الاشتراك في الدورات الأولمبية أثينا 2004، بكين 2008، ولندن 2012، وهي عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وعضو لجنة التنمية الرياضية باللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2016، كما أنها سفيرة للسلام والرياضة بمنظمة السلام والرياضة الدولية عام 2016. بصراحة أنا بشوف مجلس النواب الحالي من يمكن وجهة نظري طبعا أفضل، يعني الصور اللي احنا شفناها على مدار سنوات، فكرة كمان هنا ان احنا بنتكلم عن 5% اللي وفقا للقانون بيحق لرئيس الجمهورية ان هو يعينهم، ده من عدد المنتخبين اللي هو 567 عضو، يعني فرئيس الجمهورية هنا عين يعني بجد 28 عضو لو هنتكلم عن 5%، بس كلها نماذج أحسن من بعضها. وكمان فكرة هنا تمكين المرأة بشكل يمكن غير مسبوق، دي حاجة في منتهى الاحترام، رياضيين موجودين، إعلاميين موجودين، رجال دين موجودين، فأنت بتتكلم عن برلمان أو مجلس نواب بيمثل فعلا جميع يعني طوائف الشعب المختلفة، فبإذن الله كل التوفيق إن شاء الله، وتكون فعلا يعني دورة أكثر من رائعة لينا كلنا وعلى مصر بإذن الله.